وإدراكا منا لأهمية الزراعة كمورد حيوي لاقتصادنا الوطني ودعما للإقبال على المهن الزراعية باعتبارها مهنا عمانية عريقة يجب الحفاظ عليها، فإننا نعتزم بمشيئة الله إعلان العام القادم عاما للزراعة. تأكيدا لاهتماماتنا بتكثيف جهودنا في هذا المجال على المستويين الحكومي والأهلي، بما في ذلك العمل على تطوير النظام الحالي لتسويق المنتجات الزراعية بما يكفل تشجيعا أكبر للمزارعين. كما نعتزم اتخاذ خطوات أخرى في المستقبل لتنمية مختلف القطاعات الإنتاجية لتساهم مجتمعة في توسيع طاقة الاقتصاد العماني وتوفير مستوى الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن.